لدرجة ان الناس كانوا فاكرين ان هي زوجة علي الكسار في الحقيقة، من كتر ما كان في ما بينهم كيمياء وظهروا كتير جدا مع بعض في الافلام. اعمل معروف، اوعى تضربه يا راجل، انت جت ضربة في قلبك، اوعى تحط ايدك عليه احسن، ويمين النبي اطلع ادهملك يا حمادي يا مراد. ايه الاخبار يا جماعة؟ النهاردة هحكي لكم حكاية بهيجة المهدي او هنريت كوهين اللي كلنا عرفناها بان هي زوجة علي القصار. فلو مهتمين تعرفوا حكايتها كملوا معايا الفيديو للاخر، ويلا بينا نبدأ. ومتنسوش اللايك اكيد لو عجبكم الفيديو. بهيجة المهدي اسمها الحقيقي هنريت كوهين، وهي ممثلة كوميدية مصرية ظهرت في الثلاثينات في القرن الماضي. ولدت في مدينة الاسكندرية 11 اغسطس عام 1911 في اسرة تنتمي للديانة اليهودية. عاشقت التمثيل من وهي صغيرة جدا، وحاولت الالتحاق بالمسرح. انت جاي تعال هنشي، يلا اهو ده اهو، يلا خلو يلا فيلو. وتمكنت فعلا من الالتحاق بيه، وقدمت اكتر من عروض مسرحية في اسكندرية، وتم اكتشافها من قبل المخرج توجو مزراحي. وبدأت مسيرتها في اول فيلم ليها، وهو فيلم الترجمان. ايوه عثمان، ايه اللي جابك دلوقتي؟ سيبني في حالي يا اختي، النبي حضر هو بيبصلي كده لزي اللي هياكلني. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان هي كونت ثنائية مميزة جدا مع الممثل الراحل علي الكسار، وقدمت معاه اكتر من كذا فيلم، منهم الساعة 7، خفير الدرك، وسلفني 3 جنيه. انا قلت حاجة وانت تقدر تقول، تقدر تطلع براخ بقك؟ انا طلعت براخ ولا حاجة؟ انا عارفة كنت النفاني مصيبة. وبعدين بقى قررت عائلة بهيجة المهدي الانتقال من أحد الأحياء الشعبية في الإسكندرية للإقامة في القاهرة عام 1927، واستقرت العائلة في حي اليهود، وكان والدها في الوقت ده زعيم اليهود. أيوة ما فيش نزوم، ما كنتش هتوشر اللي خلص على أمره على عمرك كويس، وكانوا بينتموا ليهود الحرديم، وهم نوع متشدد جدا من اليهود. وبدأ والدها العمل في تجارة الذهب، وأصبحت أسرتها واحدة من أهم العائلات اليهودية في مصر لبيع الذهب. بدأت بهيجة المهدي مسيرتها الفنية عام 1935 زي ما قلتلكم في فيلم الترجمان، ومسيرتها الفنية ما استمرتش غير 5 سنين بس، تركت بعدها التمثيل، وهعرفكم السبب بعدين. يا بنتي هندور عليه فين بس؟ بس تعالي ياما، ما شفتش عثمان يا عم عوض؟ ايوه انا شفت، دخل جوه في النادي. نادي؟ بعد فيلم الترجمان شافها علي الكسار، وبدأ تقدمها في اول فيلم مع بعض، وهو فيلم خفير الدرك. ونجحت بهيجة المهدي فان تصبح عنصر ثابت واساسي في افلام علي الكسار بسبب الثنائي اللي عشقه الجمهور. فكانت بهيجة دايما بتجسد شخصية زوجة علي الكسار اللي بتحبه جدا بشدة، وكمان بتحاول ان هي تنهي الصراع الدائم والمستمر بينه وبين والدتها اللي هي زكية. اللي هياكلني طولي بالك ياما. طب اما اشوف ايه اخرتها. جبت يا اخويا 3 جنيه، سيبنا عشان نموت روحي يا ندامة، تموت روحك ليه يا اخويا بعد الشر. ايوه وبالدور ده اشتهرت بهيجة بين الجمهور، واصبحت زي ما قلتلكوا اهم العناصر في افلام علي الكسار، اللي خلى ما يقرب من نص اعمالها في السينما المصرية هو الدور ده، وكمان دايما مع علي الكسار. واستمرت في تجسيد الدور ده حتى ظن الجمهور ان هي فعلا زوجة علي الكسار بسبب الكيمياء الجامدة جدا اللي ما بينهم، وكان اي فيلم بتشتغل فيه كانت بتحظى على دور الزوجة مع علي الكسار، مرورا بفيلم سلفني 3 جنيه، وحتى اخر افلامها في السينما المصرية فيلم اصحاب العقول. ايه ده؟ عثمان مراتي. اي استنى ما اتكلم مراتي يا باب. بريك ايه وهباب ايه على عمركم؟ عثمان. وعلى الرغم من ان الجمهور المصري ربطها بعلي الكسار، وفعلا ناس كتير جدا كانت بتقول ان هي فعلا زوجة علي الكسار الحقيقية، الا ان الكلام ده غير صحيح، ولكن زوجها الحقيقي واللي اتعرفت عليه اثناء عملها في المسرح هو كان راجل يهودي اسمه إلي ديرهي، وهو كان مليونير وكان بيجبرها باكتر من حوالي 50 سنة. ايه يا ماما ما تعرفيش ان انا بزعل؟ تزعلي؟ عال والله يجي يضربني. يا ست انا ضربتك؟ انا مديت ايدي عليك. نشأت ما بينهم قصة حب قوية وانتهت بالجواز، ولكن بعد حوالي 3 سنين اتوفى زوجها، واصبحت هي مليونيرة، ولقبت في الوقت ده بمليونيرة الوسط الفني. حماتي جيالك يا روح حماتك. اوعى كده انت، اوعى كده يا اخي، اوعى حماتي يا حماتي. سيبوا يا عادلنا منك. في عام 1948 وبعد الحرب
تركت بهيجة المهدي التمثيل وابتعدت عن الوسط الفني وحولت كل ثروتها من فلوس لذهب، وقررت ان هي تسيب مصر خالص وتنتقل عام 1948 لفلسطين المحتلة. وكانت اخر اعمال ليها هو اصحاب العقول مع بشارة وكيم وسليمان نجيب. سيبنا عشان راني موت روح. يا ندامة موت روحك ليه يا اخويا بعد الشر؟ ايوة موت روح احسن يا اخي، ان شاء الله ما عشت في الدنيا ولو عيت يا غشاش يا نصاب. ولكن خروجها من مصر كان غريب، معرفتش اي حد هي مسافرة ورايحة فين، وما سابتش وراها اي معلومة عن وجهتها. ولكن بعد كده اتأكد ان هي سابت مصر وراحت فلسطين المحتلة واتجوزت هناك، وبعد كده انجبت بنت وما قدرتش تستمر في القعدة هناك، فقررت الانتقال للولايات المتحدة الامريكية. اوعى كده انت هو يا ندمتي، ايه هاي جوزك مقلعين ومرته ونازلين فيه ضرب كده عثمان. ولكن كان يقال ان بسبب نفوسها وفلوسها كتير جدا كانت بتساعد الناس ان هي تنتقل من مصر لفلسطين المحتلة. وفي الوقت ده أصبحت بهيجة المهدي واحدة من أكبر سيدات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرت هناك لفترة طويلة جدا. يا ولي انت تسرع عني لحشان، انا قلب حاسس اني رح نروح فيك في داهية. وبعد فترة طويلة ما حد سمع عنها حاجة، فأواسط السبعينات فقدت بهيجة المهدي عقلها، وبجد مش هزار هي فعلا أصيبت بالجنون، وقامت بشكل صادم بقتل بنتها وزوجها ووالدتها بسلاح ناري. يا ست انا ضربتك، انا مديت ايد عليك تمد ايدك يا اخي، ذاك قطع ايدك ولسانك ولحم سنانك والعشن في جمال النبي يصلي عليه. وبعد كده تم نقلها لمستشفى الامراض العقلية واتحجزت في عنبر الخطيرين حتى رحلت داخل غرفتها في نهاية السبعينات. وبكده تكون انتهت مسيرة واحدة من أكتر الممثلات شهرة بسبب علي الكسار، واللي فعلا ظنها الجمهور ان هي زوجته الحقيقية. واللي كان اخر اعمالها هو اصحاب العقول مع بشارة وكيم وسليمان نجيب. ما تنسوش ان احنا عاملين هنا قناة سلسلة كاملة عن القصص والحكايات وكمان عن المعلومات الغريبة، خدوا لكم لفه فيها يمكن تتعرفوا على حاجه ما كنتوش تعرفوها. وبكده اكون خلصت الفيديو النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكم بسرعه تشوفوه على طول، شير مع اصحابكم المهتمين بالقصص والحكايات، سيبوا لنا تعليق برايكم على الفيديو النهارده عجبكم افادكم ولا لا، وسلام.